بسم الله الرحمن الرحيم. GIT Anatomy by Dr. Ayman Ahmed Khanfour, Professor of Anatomy and Embryology, Alexander University, Egypt. النهارده إن شاء الله هنتكلم على Posterior Abdominal Wall, Muscles, Vessels, Nerves, Fascia, lymphatics and short questions. نبتدي بأول حاجة هي المسلز بتاعت الـ posterior abdominal wall. بنفس الطريقة بتاعتنا، أول حاجة عايزين نعرف إيه هي المسلز بتاعت الـ posterior abdominal wall، وعايزين نشوفها وهي في مكانها كمجموعة مع بعضها، وبعد كده هناخد one by one ونتكلم عليها. هي هم عبارة عن four muscles on each side. Four muscles on each side. أول مسل اسمها psoas major. خلي بالنا البي هنا silent. Psoas major. هي اللي أنا بشاور عليها ديت اللي عليها السهم ديت. طبعاً one right one left يعني one on each side. والاثنين مع بعض احنا عاملين اللي هو حرف رقم 8 بالعربي زي ما احنا شايفين كده اهوت. طيب السواس ميجور قاعد عليها مصل صغيره خالص اسمها سواس ماينور اللي انا بشاور عليها ديت. ونخلي بالنا المصل دي برضه may be present and may be absent. وزي ما قلت قبل كده كل المصلز اللي في جسمنا اللي هي may be present and may be absent بتبدا بحرف البي. بعد كده عندي مصل طالع من منطقة الإيلياك فوسا من الإيليام اسمها إلياكس. آخر مصل اللي هي شكلها مستطيلة ديت اسمها كوادريتس لامبورم. كوادريتس لامبورم. نقولهم من تاني سواس ميجور سواس ماينور إلياكس اند كوادريتس لامبورم. طيب نبدا بقى بمصل مصل كده، وهبدا دلوقتي بالسواس ميجور. واول حاجه عايزين نشوف شكلها كمورفولوجي وهي ايزوليتد لوحدها كده بشكل انيميتد زي ما تعودنا بنفس الطريقه السابقه. دي كده سواس ميجور مصل. لاحظ ان هي عباره طبعا زي ما قلنا one on each side، ولاحظ ان هي معزمتها الاثنين عاملين رقم 8 in Arabic or inverted V shape. ابص لها كده كويس. هنشوف دلوقتي جنبها سواس ميجور برضه وقعد عليها سواس ماينور. سواس ماينور اهي. ولاحظ ان السواس ميجور وصل لغايه الساي، السواس ماينور ماسكه هنا في الهيب بون. طبعا ده هيختلف فيه اللي هيترتب عليه الاكشن. تعال نشوف بقى الاتاتشمنت بتاعت السواس ميجور اوريجن اند انسيرشن. وهبتدي دلوقتي بالاوريجن. اللي احنا شايفينها ديت كده هي سايد فيو لللمبر فيرتبري. طبعا بين كل فيرتبرايه والتانيه في عندي حاجه اسمها انتر فيرتبرال ديسك. طب هي السواس ميجور بقى رفلي كده طالعه منين؟ طالعه من اللمبر فيرتبري والانتر فيرتبرال ديسك اللي هو بتوين ايتش تو فيرتبرا. طب رايحه تعمل انسيرشن فين؟ هي نازله للساي رايحه للفيمر، وهنا في حته بوني بروتروجن في الفيمر اسمها ليزر تروكانتر. هي دي اللي بتريسيف الانسيرشن بتاع عضلتين مع بعض الالياكس والسواس ميجور. هنلاقي دلوقتي ان الاثنين بيتجمعوا مع بعض بيعملوا تندون واحد على بعضه اسمه اليو سواس which gain insertion into ليزر تروكانتر of the femur.
تعالوا بقى نركب العضلة على بعضها علشان نطلع الأكشن. ده كده المنظر بتاع سوس ميجور ماسل. ادي الاورجن بتاعها من السايدز بتاعت اللمبر فيرتبري والانتر فيرتبرال ديسك ان بتوين. التندون بتاعها بينزل ديب تو انجواينال ليجامنت اللي هو لونه اخضر ده، وبعدين بيتحد مع التندون بتاع الالياكس ماسل to gain insertion into the lesser trochanter of the femur. طب احنا قبل ما اقول الاكشن عايزين نسترجع كده البيزك نوليدج بتاعتنا على الاكشن، الميكانيزم اوف اكشن بتاع المسلز. زي ما قلنا قبل كده انا عشان احدد الاكشن بتاع اي مسل لازم اعرف اول حاجه ايه الجوينت اللي بتعمل له كروسنج. الله عايزها تعمل كروسنج للهيب جوينت. تاني حاجه بشوف علاقتها بالجوينت ايه، هل هي anterior to it يبقى هتتنيه على قدام، ولا lateral to it هتعمل له تباعد، ولا behind it هتتنيه على ورا، and so on. تالت حاجه هبدا اقرب الانسيرشن الى الاورجن، الانسيرشن الى الاورجن، وفي بعض الاحيان بنثبت الانسيرشن ونحرك مين؟ الاورجن. اخر حاجه يا ترى لو شغلت السورس ميجور على ناحيه واحده هتختلف الاكشن ولا لا؟ هتختلف زي ما هنشوف دلوقتي. نبدا بقى مع بعض الاكشن بتاعنا. اول حاجه هتعمل عندي فليكشن اوف ذا هيب، وانا الحقيقه حبيت اكد اكتب لك هنا بين قوسين او ذا ساي، نفس الحكايه تقول لي فليكشن اوف ذا هيب او فليكشن اوف ذا ساي او فليكشن اوف ذا فيما، كلهم نفس المعنى. ده كده اما قربنا الانسيرشن ناحيه ايه يا جماعه؟ ناحيه الاورجن، والحقيقه هو ده المين اكشن بتاعنا. طيب اف انت بقى سيدي ثبتت الانسيرشن وحركت الاورجن، الله يبقى اللمبه فيرتبري هتتحدف على قدام، تعمل لي ايه يا جماعه؟ تعمل لي فليكشن اوف ذا ترانك، فليكشن اوف ذا ترانك. طيب اف يا سيدي انا شغلت سوس ميجور على ناحيه واحده يبقى هتعمل عندي ايه في اللي هو اللمبه فيرتبرا؟ هتتنقلي على الجنب، يبقى الحاله دي هنسميها يا جماعه lateral فليكشن اوف ذا ترانك. يا جماعه الاكشن ده بتاع المصل ازهول يعني مهم جدا، لان الكلام ده بيطبق في حياتنا العمليه وفي الاكسرسايزز بنعملها كتير جدا زي ما هنشوف دلوقتي في اخواتها المصلز الجايين كمان. من فضلكم نركز مع بعض. يبقى كده الاكشن بتاع سوس ميجور نمبر 1 فليكشن اوف ذا هيب، فليكشن اوف ذا ترانك، lateral فليكشن اوف ذا ترانك. كما تعودنا عايزين نشوف الاكشن بصوره انيميتد. اول حاجه ده كده المين اكشن بتاعها، الراجل عملت كروس للهيب جوينت انتيولي وكده بقرب الانسيرشن ناحيه الاورجن، يبقى الاكشن احنا شايفينه ده ايه يا جماعه؟ ها برافو عليكم، هيب فليكشن. طيب اف بقى ثبت الانسيرشن وحركت ناحيته الاورجن، بص ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي احنا شايفينه ده بقى يا جماعه؟ ده فليكش اللي هو ترانك فليكشن. عارفين الترانك فليكشن ده اللي هو ايه؟ واحنا بنعمل احيانا اللي هو الماسكل اكسرسايز ديت، ده اذا كان حد فيكم لسه فيه نفس وبيعمل اكسرسايزز يعني. بتساعد فيه اللي هو ترانك فليكشن. طيب اف اتحركتها على ناحيه واحده، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ده lateral بتساعد في lateral flexion of the trunk. نشوف النيرف سبلاي بتاع المصل، والحقيقه انا قبل ما اتكلم على النيرف سبلاي بتاع المصل في رول عاوزين نقوله عشان بس ما نحيرش نفسنا ويبقى عندنا basic knowledge نبدا نطبقها من غير الحفظ اللي هو البحث دوت بيخلي المعلومات بتتنسي بسرعه. ايه هو الرول بتاعنا ده؟ بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول ان كل المسلز which take the origin from the lumbar vertebra it receives the nerve supply from the corresponding lumbar nerves. يبقى هشوف كده اي عضله بتطلع من منطقه اللمبر فيرتبرا ديت
يبقى هتاخد نيرفس سبلاي من الكورسبوندنج لمبر نيرفس اللي جنبيها على طول. نطبق الكلام ده ونشوف. ادي يا جماعه اللمبر فيرتبري اهي، احنا شايفينها اهي. طب بص كده اللي حشوي عليهم دولت، ده اول ثلاثه من اللمبر نيرفس اللي هم دول. يبقى النيرف سبلاي بتاع المصل هو الفينترال ريماي اوف ال 1 2 اند 3. برضه نقف وقفه هنا كده صغيره كده ونشوف. بنسمع كتير جدا كلمه فينترال ريماي، اكيد احنا فاهمينها، بس مزيدا من الفهم والريفيجن وكده عاوز اكد عليها تاني. انا اي سباينال نيرف عندي بينقسم الى فينترال ريماي ودورسال ريماي. في معظم المنهج بتاعنا اللي بنستخدمه هو دايما الفينترال ريماي، هو ده اللي بيشارك في عمل النيرف بلكسسز، ساعات بيدي دايركت نيرف سبلاي للمسلز. انما الدورسال ريماي دي بتغذي السكن وحاجه اسمها بوست في التبرال مسلز، والحاجات دي حاجات يعني بوست جريد شويه في الغالب احنا ما بندرسهاش في اللي هو الاندر جراديويت ستادي بتاعتنا. خلاص يبقى النيرف سبلاي بتاع سواس ميجر هو الفينترال ريماي اوف ال 1 2 اند 3. وصلنا بقى للتاني مصل عندي وهو السواس ماينور. وطبعا اكيد متوقعين هنشوف شكل المصل بتاعتنا. السواس ماينور اللي هي بتقيد وتطفي دي بشكل انيميتد ديت. مصل رفيعه ضعيفه عندها انيميا ماشي، قاعده على الانتيو سيرفيس بتاع السواس ميجور، may be present and may be absent. تعال نشوفها مره كمان مع السواس ميجور بشكل انيميتد، وهي بتلف كده. بص مكان نهايه كل واحده، ده النهايه بتاعت السواس ماينور، ماسكه في الهيب بون، انما السواس ميجور واصله لغايه الفيمر، عشان ده هيتحدد على اساسه الاكشن بتاع المصل. تعالى بقى نطبق الاوريجن والانسيرشن عشان منه نطلع الاكشن. بص يا سيدي، الاوريجن بتاعنا من اللي هو اللاست ثوراسيك فيرتبرا والانتر فيرتبرا ديسك. على فكره يا جماعه، اما في فاريشن صغيره خالص في الاوريجن ما بين تكست بوك والتاني ما بتفرقش، مش دي اللي توقفنا في المذاكره نقعد نبحث ونعمل ونضيع وقت فيها. يبقى الاوريجن بتاعي هو من السايد بتاعت اللاست ثوراسيك فيرتبرا والانتر فيرتبرال ديسك. رايح هتعمل انسيرشن فين؟ في حته اسمها اليو بكتينيال امينس. حته امينس دي يعني حته تيوبركل صغيره. مكانها فين بالظبط؟ لو تراجعوا كده معايا من يوم ما خدنا الهيب بون كان عندي سيمفسيس بيوبس، بيوبك كريست، وبعدين بيوبك تيوبركل اللي بشاور عليها دي، وبعدين حاجه اسمها بكتينيال لاين، وبعدين اليو بكتينيال لاين. اللي بيفصل ما بين البكتينيال لاين والاليو بكتينيال لاين ده حته تيوبركل او امينس صغيره اسمها اليو بكتينيال امينس. نبص تاني على شكل المصل ونلاحظ ان هي ما عملتش كروس للهيب جوينت. فاوعكم بقى حد يقول لي انها بتعمل فليكشن للهيب جوينت زي السواس ميجور اند سو اون. يلا بقى نستنبط الاكشن بتاعنا. نبص نظره اخيره كده على السواس ماينور وهنلاحظ ان هي كل الاكشن بتاعها اما تيجي تشد شويه هيبقى لها ويك فليكسور افكت على الترنك. يبقى الاكشن بتاعها هو عباره عن فليكشن اوف ذا ترنك. طب تعال نشوف النيرف سبلاي. افتكر كده القانون بتاعنا وتعال نطبقه دلوقتي. ادي شكل اللمبر فيرتبرا. بص عد معايا كده، هاخدهم من تحت لفوق. ال 5 4 3 2 1. يبقى هي جنب مين يا جماعه؟ جنب الفيرست لمبر فيرتبرا، مكان ما هتشوف السهم ده. انا واثق ان انتوا قلتوا دلوقتي ان يبقى النيرف سبلاي بتاعها هو الفينترال ريماي اوف ال 1.
انا كده عندي بيزك رولز بطبقها وابقى فاهم فيها، وبعدين بعد كده اطلع منها الداتا اللي بتطلب مني من غير الحفظ البحت دوت، لان هو ده اللي بيخلينا ننسى بسرعة. ننتقل بعد كده الى المصل نمبر 3 وهي الياكس مصل. بنفس طريقتنا عايزين نشوفها بشكل انيميتد. مهم جدا ان انا اعرف المصل وهي قاعدة في بيتها شكلها عامل ازاي عشان اقدر اتخيل الاكشن وابدا استنبط الاكشن كده من شكلها. دي مصل اهي معديه من قدام الهيب جوينت، يبقى مبدئيا ملهاش اكشن على الترنك لانها مش ماسكه في اللمبر فيرتيبا. وهتلاقي ان المين اكشن بتاعها على الهيب جوينت وهتكون كلكم طلعتوه دلوقتي. طيب نشوفها كمان مره. هنا بقى يا جماعه بص كده، دي السوس ميجو وادي الالياكس، الاتنين تندم مع بعض. شوف بيتحدوا مع بعض اهوت، ويعملوا لي ايه يا جماعه؟ حاجه اسمها اليوسوس تندون، وله نفس السايت اوف انسيرشن اللي هو فين بقى؟ اللي هو في الليزر تروكانتر بتاعه الفيما. ونلاحظ هنا ان الاتنين عدوا ديب تو انجوينال ليجمنت. ها احنا خدناها في الانتيو ابدومينال وول، وقلنا ايه الاستراكشرز اللي بيعدوا من تحتيه، وقلنا احنا خدتهم على مدار الشرح في المنهج نقطة بنقطة كده، هتلاقيهم اتجمعوا على بعض كلهم. نبتدي بقى نشوف الاتاتشمنت بتاعت المصل. ونبص مع بعض، دي كده الإلياك بون. المسطح الكبير اللي جوه ده اسمه إلياك فوسا. ادي الاوجن يا جماعه بتاع اللي هو الياكس مصل. طب الانسيرشن بتاعها نفس الكلام اللي انا قلته على السوس ميجور، اللي هو ايه؟ عندي ادي الفيمر فيها نتوء صغير هنا اسمه ليسر توكانتر، ده بيريسيف الانسيرشن بتاع الاثنين مصل متحدين مع بعض اللي هم الياكس والسوس ميجور، بيعملوا على بعض تندون واحد اسمه اليو سواس تندون. يلا بقى نركب المصل على بعضها ونبدا نستنبط ايه يا جماعه الاكشن بتاعنا. قلنا الالياكس بتتحد مع السواس ميجر، والاثنين مع بعض بيعدوا من ديب تو الانجوينال ليجمنت تو جين انسيرشن انتو ذا ليزر توكانتر اوف ذا فيمر. علاقه التندون بالذات بتاع الالياكس ده على الهيب جوينت ان هو it crosses the hip joint anteriorly، وبناء عليه يبقى حيتني الهيب جوينت على قدام يعمل عندي ايه يا جماعه؟ flexion of the hip joint. نشوف الاكشن بتاعنا بصوره انيميتد. بص كده احنا متفقين دلوقتي ان هو هيشتغل على الهيب جوينت. بص كده اظن منظر رائع. هيب فليكشن، مره انتير فيو ومره سايد فيو شويه، ولاحظ هنا العضلتين مع بعض اهوت اللي هو الياكس والسوس ميجور. طب بص هجيبها لك بقى على شكلها على المنظر الخارجي للجسم. بص الاثنين على فكره الصورتين انا عاملهم سينكونس مع بعض. هيب فليكشن. انا عاوز نقعد نطول شويه في الفيو بتاعت الاكشن بتاعت العضلات ديت، لان هي فعلا المنظر الانيميتي ده في الاكشن بالذات هو ده اللي بيثبت المعلومه في ذهننا. كده بقى وصلنا الى النيرف سبلاي. هتقول لي هيتطبق عليها القانون بتاعنا؟ هيتطبق، بس ازاي؟ هو المصل دي مش طالعه من اللمبر فيرتبري، ما ينفعش اقول لك بقى طالعه من ال اخد النيرف سبلاي من ال1 و2 و3 ولا ال1 ولا حاجه خالص.
ولكن هيطبق عليها ان النيرف اللي بيعدي جنبها على طول هو اللي بيديها نيرف سبلاي، اللي هو ايه بقى يا جماعه؟ بص كده، الفيمور نيرف ده لو فاكرين يمس انا اقول لك ان قلنا ان هو نيرف مهذب جدا، بيمشي في محطات معينه، كل محطه بيدي فيها نيرف سبلاي لعضله معينه. فبنلاقي ان الفيمور نيرف ده قبل ما يوصل بقى عشان يتوزع توزيعته الاساسيه اللي هي في اللور لم، بيدي نيرف سبلاي اهوت رايح الى الالياكس مصل. اذا النيرف سبلاي بتاعنا هو الفيمورال نيرف، وبنلاحظ ان هو حتى النيرف الفيمورال نيرف باسس فروم ذا ابدومن تو ذا ساي باي باسنج ان ذا جروف بتوين الياكس اند سوس ميجور مصل، وبناء عليه هو بيديها نيرف سبلاي. يمكن دي التوزيع اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت في السنه الاولى، انا عاوز اركز على الجزئيه دي منها، انه هو في الابدومن بيدي نيرف سبلاي لمين يا شطار؟ للالياكس مصر. بصوا كده يا جماعه، انا عاجبني جدا الصوره دي، منظر السوس ميجور والالياكس الاثنين مع بعض متحدين عاملين حاجه اسمها اليو سوس تندون. على فكره الكلام ده مهم جدا، حتى ما هناخد اورثوبيدك فيما بعد هنعرف ان المصر دي لها علاقه مهمه جدا بالكلينيكال بيكتشر بتاعه الفراكشر نيك فيمر، هتوقف عليها حاجات كتير جدا. فمن فضلكم ركزوا في الاساسيات ديت، مش عشان السنه دي امتحان ودرجاته بس، لا، عشان نبقى متاسسين كويس على مدار السنوات القادمه ان شاء الله. نبص نظرة أخيرة، طب انتوا عارفين نظرة إيه؟ اللي هو المنظر بتاع الإليو سوس تندون. طيب، اللي مش شايفها قوي هقول له أنا هعمل لك كلوز فيو كمان، نبص كده مع بعض. منظر رائع. آدي الياكس، الياكس وسوس ميجور، وآدي الإليو سوس تندون بيعمل انسيشن في الليسر to canter of the femur. وصلنا بقى للعضلة الأخيرة اسمها quadratus، لأن شكلها more or less quadrangular. لمبورم، ده اسم دلع قوي، لأنها attached مين يا جماعة؟ لللمبر vertebrae. quadratus لمبورم، تحس إن هو اسم راقص كده هو. تعال نشوف كده مع بعض اللي هي لونها اخضر دي. طب قلنا ان هو اسم فعلا اسم راقص، وهي بتسمى It is a dancing muscle. هنشوف دلوقتي ليه اتسمت It is a dancing muscle، وهيبقى سؤالنا في العضله ديت ليه المصل دي very well developed في المصريين. تعال نشوف بقى الاتاتشمنتس اند اكشنز اوف كوادريتس لامبورم مصل. ادي الشكل بتاع كوادريتس لامبورم مصل. اخده اوريجن منين؟ اخده اوريجن من اللي هو الميديال بارت بتاع الالياك كريست. وهي طالعه كده بتاخد حته لطشه اوريجن منين كمان؟ من الترانسفيرس بروسيس بتاعت ال 3 اند 4. To gain insertion into the medial half of the last rib. وهي طالعه بتعدي من تحت الدايافراج. طيب تعال بقى نقرب الانسيرشن للاوريجن ونشوف ايه اللي هيحصل. اول حاجه هتعمل عندي lateral flexion of the trunk to the same side. طيب اي عضله عندي بتمسك في الريبس تعتبر It acts as an accessory muscle of respiration. يمكن الكلام احنا قلناه السنه اللي فاتت في الابر ليمب، ان اي عضله بتمسك في الريبس بعتبرها واحده من الاكسسوري muscles of respiration. اللي ناس يعني ايه accessory muscle of respiration؟ اقول لك ان المين muscle of respiration هي الدايافراج. اي عضلات ثانيه بتمسك في الريبس يبقى الغرض منها في النهايه هتلاقيها بتساعد في ان الريبس يحصل لها اليفيشن، ده بالنسبه لحاجات تمسك فوق، او حاجات تمسك تحت انها تعملها ديبريشن
بتساعد مور اند مور اكسبانشن للقفص الصدري، توسع تبعد الناس عن بعضها، تستخدم في اثناء اللي هو الديب او الديفيكولت انسبيريشن اللي هو في حالات بنستخدمها في حالات اللي هو ايه الريسبيراتوري ديستريس، واحد عنده سيفي برونكال ازما ان سو اون، يعني في الحاله دي بيشغل عنده الاكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن. طيب بص بقى الحته اللي جايه دي، افرض انت عملت اليفيشن اللي هو الهيب بون البلفس يعني از اقول بقى اون وان سايد، يعني حصل كونتراكشن للكواديس لامودي وان سايد، وبعدين حصل لها ريلاكسيشن ورحت جاي مشغل الناحيه الثانيه، هتلاقي البلفس عندك عمال ايه بيرقص، علشان كده اتسمت العضله الراقصه، اتسمت العضله الراقصه، وعشان كده انا قلت ان هي ويل ديفلوبد عند المصريين. خلاص يبقى زي ما تأدي الاكشن ده عباره عن alternative contraction of quadratus lumborum on both sides. تعال نشوف بقى الاكشن بتاع الكوادريس لامبورم كده، بس الاكشن المهذب بتاعها. بص اظن منظر رائع. ايه اللي انا شايفه ده؟ هو عباره عن lateral flexion of the trunk. طب نشوف بقى الاكشن ده كده على الشكل الظاهري للجسم. الجدع بقى يجيب اللي هو الدانسنج اكشن، على فكره انا طلعت له صور انيميتد برضه بس ما قدرتش احطها في البرزنتيشن. وصلنا الى النيرف سبلاي بتاع الكوادريتس لامبورم موسل. طبق القانون بتاعنا، ادي شكل الكوادريتس لامبورم. ايه اللي جنبها ده على طول؟ بص ادي اللاست ثوراسيك فيرتبرا، وبناخد عندك من 1 الى 4 لمبر، حتى بص هي لامبورم فيها 4 اضلاع اهوت، يبقى هتاخد من 1 ل 4 كلمبر، واخر واحد من الثوراسيك. بص بقى نطبق الكلام ده، يبقى هتاخد من تي 12 ومن ال 1 الى 4، يبقى انا كده المفروض ان لزق في ذهني انا النيرف سبلاي بتاع الاربعه ماسلز بتوع البوستيو ابدومينال وول من غير ما يبقى في اي كونفيوجن بين نيرف والتاني. طبعا في جميع الاحوال بقول ايه يا جماعه؟ الفنترال ريماي. شوف سؤال صغير كده مالتيبل تشويس كويتشن. Which is not true as regard psoas major muscle attached to the bodies of all lumbar vertebra receives its nerve supply from all lumbar nerves all لا مش all. خلاص جميل جدا، يبقى بتاخد النيرف سبلاي منين بتاعها منين يا جماعه؟ من اللي هو اللمبر 1 2 3 ال 1 and 2 and 3 ventral rimae. طيب ناخد بقى اللي هو الفيزلز بتاعت البوستيريور ابدومينال وول. الله هنفاجئ بالسؤال ده، ايه علاقته بينا النهارده؟ What are the main openings in the diaphragm؟ احنا ايه نقلنا على السوركس ولا ايه؟ بص يا سيدي، هو الحقيقه المين اوبننجز في الدايفراجم ديت هي دي المدخل او المخرج بتاع ثلاثه مين استراكشر مهمين جدا عندنا في الكوريكولم بتاع الجي اي تي، اللي هم الانفيو فينا كافا السوفيجاس والاورتا. فاكرين اما قلنا قبل كده بنحفظ العباره الشهيره بتاعتنا اللي هي فويس اوف امريكا؟ طيب الفي بتانديكيت الفين اللي هو الانفيو فينا كافا، والاو انديكيت السوفيجاس، والاي بتانديكيت اللي هو الاورتا. وقلنا ان اورنج تو ذا كونفكستي اوف ذا دايفراجم، احنا بنقول عباره عن امبريلا شيب، يعني يبقى عالي من النص ومن الاطراف ابتدى ينزل. خلاص؟ فالحاجه اللي بتخرج من فوق هيبقى الفيرتيبرا ليفل بتاعها عالي.
كل ما خامته من ابعد شويه هتلاقي الفيرتبرال ليفل بتاعي ايه اقل. فعندي الثلاث ارقام زوجيه ماشيين ورا بعض، هو الانفيوفنا كافا بيقوموا عند ليفل اوف تي 10، السوفجاس عند ليفل اوف سوري الانفيوفنا كافا عند ليفل اوف تي 8، السوفجاس عند ليفل اوف تي 10، وبعدين الاورتا عند ليفل اوف تي 12. واعتقد الثلاثه ستراكشرز دولت محل اسئله عندنا في الجي اي تي موديول اللي احنا فيه دوت. ونبتدي باول جريد فيسل عندنا في البوستيريو ابدومينال وول، وهو الابدومينال اورتا. ادي المنظر بتاع الابدومينال اورتا، على يمينه على طول بلاقي عندي الانفيوفينا كافا، اللي فوق ده كده الدايافراج. ونحط في الحسبان دايما ان بالنسبه بتكلم على ارتري هيبقى البيجننج بتاعه من فوق اللي هو بروكسيمال، والترمينيشن بتاعته لتحت يعني ديستال. انا ليه مأكد على النقطه دي؟ علشان ما هتكلم دلوقتي على الانفيوفينا كافا هيبقى العكس، لان ساعات بنتكلم في الامتحان بيجننج وترمينيشن، انت تبقى فاهم وكله كويس جدا وتلخبط. الله، ده يعتبر هنا بيجيننج ولا ترمينيشن؟ بتلخبطه في الاكسبريشن بتاع الاثنين دولت. خلاص، يبقى البدايه هتبقى فوق والنهايه هتبقى تحت. طيب، بناء بقى على السلايد السابقه، البدايه بتاعته هتبقى فين؟ لسه قايلين دلوقتي ان هي at the level of T12 behind the median arcuate ligament of the diaphragm، اللي هو من خلال it's passed through the aortic opening of the diaphragm. طب ده البدايه بتاعته. النهايه بتاعته بقى تحت هنا فين؟ طبعا هو بينتهي بانه بينقسم الى common iliac arteries عند اللي هو الليفل اوف L4. على فكره واحده من الحاجات الظريفه اللي بتساعدنا برضو في مذاكرتنا، ممكن نعمل اللي هو ورقه لوحدها وجمع لي فيها جميع الفيرتبرال ليفلز اللي عندك في المنهج. جميع التايتل بتاعها كده Vertebral Levels in GIT. دي حلقة ظريفة جدا، لأن ممكن تلاقي عندك كام سؤال Multiple Choice هي التكة بتاعته بتقف على Vertebral Level، من الحاجات الكتير اللي عندنا ديت. تعال نشوف يا جماعة الـ Relations بتاعت الـ Abdominal Aorta. الحقيقه الرسمه ديت يعني هي الحقيقه مجمعه لجزء كبير جدا من الداتا عندنا في المنهج. ويمكن احنا عندنا في جامعه اسكندريه مركزين بس على الانتيور بوستيور ريليشن بتاعه الابدومينال اورتا، مش موجود ولا رايت ولا ليفت، انا مش عايز ازود قوي، ها؟ انما كل الريليشنز ممكن نطلعها من على الرسمه دي. وضيف لها كمان لو عاوز تطلع الريليشنز بتاعه الانفيوفينا كافا ذا سيم ايديا. طيب انا هبقى ملتزم بال يعني الليفل بتاعنا في جامعه اسكندريه، وهركز هنا على anterior and posterior relations بتاعه ال descending abdominal aorta، وهبتدي دلوقتي بال anterior relations. هناخدهم من فوق لتحت. اول حاجه ك anterior relation ليه من فوق خالص هنا بيبقى عندي اللي هو ال celiac trunk وحواليه celiac plexus. محدش يقول لي celiac ganglion. السيليك جانجلون اقرا في اي ريفرنس هيلاقي انها قاعد على الكورسبوندنج كلاس اوف ذا دايفراج. اذا ما هياش انتيور للاورطه ولا حاجه، اللي قدام الاورطه هو برانشز طالعه من السيليك جانجلون حوالين، بتتفرش حوالين اللي هو السيليك ترانك. يبقى عندي السيليك ترانك وحواليه السيليك بلكسس. هنزل لتحت شويه هلاقي عندي اللي هو البادي بتاع البنكرياس. بيهايند البادي بتاع البنكرياس بيبقى عندي هنا تو فينز، اللي هما السبرينج فين والليفت رينال فين. هنزل لتحت شويه هلاقي عندي الجزء ده من الديجينم هو الثيرد بارت اوف ديجينم. هنزل لتحت شويه اللي انا شايفه ده كده اللي هو السوبيوم ميزنتريك فيزلز، وهما بيكونوا انكلوزد جوه حاجه اسمها الروت بتاع الميزنتري. طيب على فكره ممكن نضيف هنا في الريليشنز الجزء ده يتبع الليزر ساك. اتس اوكي، ممكن نقوله هنا الجزء ده كله كفرد باي بيرتونيوم،
and related to loops of small intestine. It's okay, it's right. طب كده انا خلصت ال anterior relations. تعالى ناخد ال posterior relations. دي سهلة جدا بقى الحقيقة. posterior relation أول حاجة يا سيدي خد عندك ال lumbar vertebra من 1 لـ 4 وما بينهم ال intervertebral discs. طالما قلت lumbar vertebra قاعد عليها مليسها كده من قدام ليجامنت ماشي بالطول. هو في زي واحد من ورا يبقى اللي من قدام ده اسمه anterior longitudinal ligament. طيب ايه تاني كمان يا جماعه؟ بعد كده عندي اللي هو الثيرد اند فورث lumbar veins بيعدوا من ورا الابدومينال اوتا. طيب الحين قبل ما اسيب السلايد ديت في حته انا عاوز انوه عليها مهمه جدا عشان ما ناخد السمباثيتك ترانك نبقى فاهمينها. اللي انا شايفه ده كده السمباثيتك ترانك هنا مره رسمه مره دوتد وهنا مش دوتد. ليه؟ لان السمباثيتك ترانك على الرايت سايد ات لايز بيهايند ذا انفيرو فينا كافا. على الليفت سايد ات لايز اون ذا ليفت سايد اوف ديسندنج ابدومينال اورتا. مهمه جدا الريليشنز دي. طب تعالوا نشوف بقى البرانشز يا جماعه بتاعت الابدومينال اورتا. هنا يا جماعه في رسمتين مهمين جدا ان دي محل اسئله لان هي البرانشز بتنقسم الى سنجل برانشز ولاترال برانشز ولازم نعرف اللي هو الفيرتيبرال ليفل بتاعها. طب فانا بصراحه عملت لها جدول ظريف جدا. اخدت L1 اهوت ونظرا لان بيشارك فيه حاجات معينه عند الابر بوردر وادي دي اللور بوردر. وبعدين L2 3 4. تعال نشوف السنجل برانشز الاول. هي عند الابر بوردر اوف L1 هلاقي عندي السيلياك ترانك. طب لور بوردر اوف L1 هيبقى عندي اللي هو السوبيو ميزنتريك ارتي. طيب بعد كده L3 عندي الانفيريور ميزنتريك ارتي. L4 بس من ورا بقى هيبقى عندي مين يا جماعه؟ اللي هو الميديان سيكرال ارتري. كده انا خلصت اللي هو السنجل برانشز. ويا ريت الرسمه دي انا عاوز ورقه لوحدها كده بيضه يترسم فيها الرسمتين فوق جنب بعض وتحتيهم هو هو الجدول ده. نو واي. لان احنا بعد كده هناخد اللي هو الانتستين بقى الجوجنم والاليام وسؤن وهنبدا بعد كده ندرس بالتفصيل اللي هو السيلياك ترانك. طب هسالك اول حاجه جاي منين؟ ايه الفيرتيبرال ليفل بتاعه؟ فاذا الحته الكتله ديت هي برضه محل نيجوشيشن كتير بالنسبه للاسئله. نشوف بقى اللي هو البيرد برانشز. الحقيقه عندي عند الليفل اوف L1 الانفيريور فرينك ارتري. طيب بعد كده عندي اللي هو اللور بوردر اوف L1 ميدل سوبرينال ارتي. يبقى upper border of L1 كبيرد برانشز انفيوم فينك ارتي. لور بوردر اوف L1 ميدل ريكتال ارتي. طب L2 مفيش غيره رينال ارتي. طب L3 يا جماعه جونادال ارتي اللي هو تستيكلر او اوفيريان. طب بعد كده يا جماعه L4 يعني هو يعتبر بقى مش برانش، لا ده هو ده البايفوركيشن بتاع الابدومينال اورتا عشان يدينا ايه؟ يدينا رايت اند ليفت كومون ايلياك ارترز. كومون ايلياك ارترز الحاجه زي ما قلنا قبل كده هو الكومون ايلياك ارترز البدايه بتاعتهم هي النهايه بتاعت الابدومينال اورتا اللي احنا بقى يا جماعه عند الليفل اوف L4. طيب ده البدايه. طب النهايه بتاعتهم يا جماعه هنلاقيهم بينتهوا in front of the sacro iliac joint المنطقه ديت كده اهو وكل واحد بيديفايد انتو internal and external iliac arteries. انا عارف ان وحشكم سؤال multiple choice question عشان كده جبته في وقته.
which is true as regards the abdominal aorta. It gives off four ventral branches. شوف ركز في كل كلمة لها معنى. هو فعلا بيدي أربعة single branches بس هما ثلاثة ventral وواحد إيه يا جماعة؟ dorsal اللي هو الميديان سيكل ارتري، يبقى دي غلط. طيب lies on the right side of infuvena cava. ابدا ده بيقع على شماله. طب it divides at the level of first lumbar vertebra. اكيد هي ديت طبعا. نرى اخر ايتم، it enters the abdomen at the level of the 10th thoracic. لا طبعا افتراك voice of america. يبقى which is true الوحيده اللي صح هي ايه يا جماعه؟ برافو عليكم. it divides at the level of the 4th lumbar vertebra. طب كده بقى وصلنا الى الانفيوفينا كافا، ونبدا نشوف نفس الرسمه بتاعتنا. وبص بقى القانون بتاعنا المره دي هيبقى البدايه بتاعته من تحت والنهايه بتاعته لفين؟ لفوق. انا بركز على النقطه دي علشان احنا بنلاحظ كتير جدا ان بيحصل لكم كونفيوجن ما بين هو مين البدايه ومين النهايه. ماشي؟ يعني النقطه اللي فوق ديت تعتبر بدايه للاورطه، ماشي، ونهايه للانفيوفينا كافا، والعكس صحيح طبعا تحت. طيب البدايه بقى بتاعت الانفيوفينا كافا بيبدا تحت هنا اهوت عند الليفل اوف L5. يا ريت تضيفوها لورقه تجميعات الفيرتيبرال ليفلز. طب والنهايه بتاعته من فوق افتكر فويس اوف امريكا لسه قايلينه، بيخرم الدايفراج عند الليفل اوف ها في او اي، يبقى بيخرم الدايفراج عند الليفل اوف اللي هو ال 8th thoracic vertebra. ايه هي التريبيوترز بتاعت الانفيوفينا كافا؟ بصوا احنا برضه بنقسمهم الى اربعه بيرد فينز واثنين سنجل. البيرد فينز هما الهيباتيك فينز، هيباتيك فينز، رينال فينز، وبعدين انفيريور فرينيك فينز، والثيرد اند فورث لمبر فينز. التو سنجل بقى برانشز اللي هم ايه؟ لو فاكرين لما خدنا السوبر رينال جلاند قلنا على الناحيه اليمين بيصب مباشره في فينا كافا، يبقى عندي لازم تقول لي رايت سوبر رينال فين، ونفس الكلام على اللي هو الجونادال فين اللي هو تستيكلر او اوفيريان فين. يا ريت نحفظ الترابيوترز على الرسمه. كده وصلنا الى مرحله بقى ايه النيرفس، ونبتدي نشوف اللي هو بليكسس مهمه جدا عندي اسمها لمبر بليكسس. بتتكون ازاي اللمبر بليكسس ديت؟ الحقيقه الرسمه ديت برضو انا عاوز نتدرب عليها، لان انا عاملها بالالوان بطريقه معينه بحيث ان انت لو رسمتها بالطريقه دي هتعرف تطلع الروت فاليو بتاع اي نيرف فيها. نقول الأرض هي بتتكون من إيه؟ هي بتتكون من، شوف بقى زي ما قلنا ventral rami بتاعت إيه؟ L1 و2 و3 والأبر بات أساساً بتاع L4. طيب قبل ما أسيب الرسمة ديت لأن مش هنرجع لها تاني اللي هي كفورميشن، لاحظ كده إن L1 هتلاحظ إن هو في النهاية هيديني اللي هو الإليو هايبوجاستيك والإليو انجواينال. طيب L1 و2 هيديني جينيتو فيمر. طب بص بقى الحته اللي هقولها الجايه دي، اذا الجينيتو فيمورال بيشارك في السيجمنت بتاعت L1 مع الهيليو هايبوجاستريك والهيليو انجواينال. الشاطر يجي في ذهنه على طول الكلام ده يهمني في ايه؟ حاجه اخدناها في الانتيو ابدومينال وول اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي الكريماستيك ريفلكس. الاثنين بيشاركوا في وان سيجمنت اهوت هنا، ده التفسير بتاعه. طيب اما تلاقي خط سيادتك دوتت كده تعرف ان هو بيطلع من البوستيريور ديفيجن بتاعت الفنترال ريمار، يبقى L2 و3 هيديني لاترال كوتينيوس نيرف ذا ساي. طيب L2 و3 و4 الاثنين هيدوني اوبتيريتو لو انتيريور ديفيجنز، وفي مال لو بوستيريور ديفيجنز. طب L4 و5 ده حبيبنا ده اللي خدناه اللي بينزل اساسا يشارك في عمل السكرال بليكسس، هيديني حاجه اسمها لامبو سكرال ترانك. حتى احنا شرحنا مع النيرفز بتاعت البلفس ايه سبب التسميه بتاعته.
يا ريت الرسمه دي لو نسال نفسنا، عشان كل هيقول لك طب حافظ الروت فاليو ولا لا، هو علينا ولا لا، بيدخل في بعضه. اعملها نفس الرسمه دي ويا حبذا لو بنفس الالوان ديت وبنفس الحاجات اللي هي الدوتد دي، هتلاقي مش هتاخد منك دقيقتين ثلاثه في المذاكره. ده كده الفورميشن بتاع اللمبر بالاكسس. طب مكاننا فين يا جماعه اللي هي اللمبر بالاكسس دي؟ الحقيقه هي موجوده جوه السوس ميجور ماسل. الروتس بتاعتها موجوده جوه السوس ميجور ماسل. تعال نشوف بقى البرانشز بتاعتها. هي يا جماعه هي لها تقسيمه ظريفه جدا للبرانشز بتاعتها، ويا ريت برضه نحفظها بنفس الطريقه دي. اول مجموعه من البرانشز دي عباره عن ماسكولار برانشز. ماسكولار برانشز. اللي هم ايه؟ الفنتر ماي بتاعت L1 و2 و3 ما احنا لسه اخدناها من شويه بتدي السوس ميجور. طيب الفنتر ماي بتاعت T12 وL1 و2 و3 و4 بتدي كواديس لامبورم. الله، ده انت بترجع لنا كده النيرف سبلاي بتاع شويه الماسلز بتوع البوستيريور ابدومينال وول. تمام. طيب الفنتر ماي بتاعت L1 بتدي سوس ماينور. اعتقد كده لا جديد. يبقى كده اول مجموعه من البرانشز عباره عن ماسكولار برانشز. طيب بعد كده بقى اما اشوقكم بقى للسلايد الجايه، بعد كده البرانشز اللي عندي هقسمها الى الخط الاحمر الفاصل عندي هنا هو السوس ميجور ماسل اللي هي دي. بقسم البرانشز اللي عندي يا اما مجموعه من البرانشز تطلع لاترال للسوس ميجور، تطلع من لاترال بوردر، او بتطلع من الانتيو سيرفيس بتاع السوس ميجور، مفيش غيره هو واحد ولا جينتو فيمورال، او بتطلع من الميديال بوردر اوف سوس ميجور. والكلام ده على فكره احنا بنشوفه العملي ومحل لعب كتير جدا في المالتيبل تشويس كويشنز. بص بقى، اول مجموعه من البرانشز زي ما لسه قايل اهوت اللي هي برانش بتطلع من اللاترال بوردر بتاع السوس ميجور مصر. اول واحد اسمه اليو هايبوجاستيك نيرف. اليو هايبوجاستيك انا مش هقول عليه دوت، اقول عليه كلمه واحده. هو طبعا ده بيلف كده اهوت ويروح يعمل سبلاي للسوبرا بيوبيك ريجون، وبيقال بده يعمل سبلاي لللاترال بارت بتاع الجلوتيال ريجون. ركز معايا، يبقى L1 راح يعمل سبلاي للسوبرا بيوبيك ريجون، منطقه السكن اللي فوق السيرفيس بيوبس. طب ده كده كان الاليو هايبوجاستريك. طب الاليو انجواينال نيرف بقى، ده اللي بعديه ده. فاكر ما خدنا الحاجات اللي بتعدي من الانجواينال كانال وكنا بنقول فيها سواء في الميل او الفيميل عندي الاليو انجواينال نيرف بيدخل مع السبرماتيك كورد او مع الراوند ليجمنت اوف ذا يوترس، بيعدي من خلال انجواينال كانال وبيعمل سبلاي للسكن بتاع الابر اند ميديال بارت اوف ذا ساي. وحط لي حلقه في ودنك، ات شيرز ان ذا كريماستيريك ريفلكس. حتى الان اللي بقوله مثبت قدامي على الرسمه اهو. ارجوكم انا عاوز الرسمه دي تترسم في ورقه لوحدها. ماشي؟ هتلاقي نفسك عملت كفر لجزء كبير جدا من الاسئله. ده مش كده وبس، ممكن تطلع لي سهم من كل اسم واحد من النيرفز ديت بيعمل سبلاي لايه. طب خلصت كده الاليو هايبوجاستريك، بيعمل سبلاي للسوبرا بيوبيك ريجن. تغمض عينيك كده وتتخيل شكل رسمه وتفكر. طب اليو انجواينال بيعمل سبلاي للابر بارت بتاع الميديال سايد اوف ذا ساي. طب هنزل تحت شويه هلاقي عندي لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. اعتقد ده مش عاوز حاجه خالص، هو واحد من الاستراكشرز اللي بتعدي ديب تو ذا انجوينال ليجمنت، وهو اسم على ما يسمى بيعمل سبلاي للسكين بتاع اللاترال سايد اوف ذا ساي. يبقى عندي اخر واحد مين يا جماعه؟ النيرف المحترم ده الكبير ده اللي بينزل ان ذا جروف بتوين الياكس اند سوس ميجور، اسمه ايه يا شطار؟ اسمه فيمورال نيرف، وده بيطلع من البوستيريور ديفيجنز اوف ذا فينترال ريماي. خلاص كده انا خلصت البرانشز
اللي هي بتطلع من على اللاترال بوردر بتاع السوس ميجور. بعد ما خلصنا البرس تطلع من على اللاترال بوردر، تعال نشوف بقى الحاجات بتطلع من على الميديال بوردر بتاع السوس ميجور. نفس الرسمه بتاعتنا، هي عندي اتنين بنشز مهمين جدا. اول واحد فيهم اسمه اوبتيريتور نيرف، واخد نفس الروت فاليو بتاع الفيمورال. بس ايه الفرق بينهم؟ الفيمورال طالع من البوستيريور ديفيجن بتاعت الفنترال ريماي، والاوبتيريتور طالع من الانتيريور ديفيجن بتاعت الفنترال ريماي بتاعت ال2 3 اند 4. النيرف بعد كده هو اللامبو سيكرال ترانك، ده اللي هو بينزل على الالا اوف ذا سيكرم وطالع من لامبر 4 اند 5، and it goes to share in the formation of the sacral plexus. يبقى عندي ايه بقى؟ يبقى عندي ايه الستراكشرز او النيرفز اللي بتطلع من على الفنترال سيرفيس اوف سوس ميجور. الحقيقه هو عباره عن نيرف واحد فقط عزول اللي بيطلع من الانتيريور سيرفيس اوف ذا سوس ميجور، بيخرم النص ويطلع منه. اسمه ايه النيرف ده؟ هو اسمه جينيتو فيمورال نيرف، جاي من اللي هو الانتيريور ديفيجنز بتاعت ال 1 اند 2. طيب حيوة من اسمه جينيتو فيمورال، يعني بينقسم الى جينيتال برانش وفيمورال برانش. ركزوا معايا، الجينيتال برانش ده بيدخل من الديب انجوينال رينج، ماشي، ويعدي من جوه الانجوينال كانال ويروح يعمل سبلاي للكريماستيريك ماسل. خلصناه كده. بس قبل ما اسيبه ممكن تقول لي هو احنا ليه ما قلناهوش واحد من الكونتنتس بتاعه الانجوينال كانال، او ليه ما قلناش ان هو واحد من الاستراكشرز اللي بتعدي من خلال الديب انجوينال رينج؟ هقول لك، بص يا حبيبي، هو مش احنا قلنا بيعدي منها اللي هو السبرماتيك كورد؟ طب ما هو ده واحد من الكونتنتس بتاعه السبرماتيك كورد، اذا هو يعتبر ضمنيا جوه السبرماتيك كورد، يعتبر جوه الانجوينال كانال بصوره ضمنيه. ادي جينيتال برانش. طب الفيمورال برانش بقى، لا الحقيقه ده بقى يا جماعه بيعدي اللي هو ديب 2 اللي هو الانجوينال ليجمنت، بيعدي من خلال حاجه اسمها الفيمورال شيس، من اللاترال كومبارت اوف ذا فيمورال شيس بيعدي معاه الفيمورال ارتي وبيعمل سبلاي للسكن اوفرلاينج الفيمورال تريانجل اوف ذا سايد. نتدرب كده على سؤال مالتيبل تشويس كويشن. Which of the following nerves emerges from the anterior surface of psoas major؟ طبعا شو بقى؟ نفس السؤال ده ممكن نجيبه على اللاترال بوردر، ممكن نجيبه على الميديال بوردر، خلاص؟ فهي العمليه عباره عن ايه؟ نعرف الفكره ازاي نتسال. نسال مين الوحيد اللي بيعدي من على يطلع من الانتيريور سيرفيس؟ طبعا هو ده اللي هو مين يا جماعه؟ الجينيتو فيمورال نيرف. اخر حاجه عندي هنتكلم على اللمبر بارت بتاع السمباثيتك تشين او السمباثيتك ترانك، ونشوف الكورس بتاعه. ركز كده معايا، عايزين نتخيل دي كده الكيدنس، ده كده اللي هو الكرورة اوف ذا دايافراج، دي كده الاورتيك اوبننج معدي من خلالها الاورتا، ماشي، واول هام عندنا. ازاي بيدخل السمباثيتك ترانك ده من السوركس الى الابدومن؟ بيعدي من ديب تو او بيهايند الميديال اركوت ليجامنت اوف ذا دايافراج. طيب طبعا زي ما شفنا هو عباره عن اللي هو الجانجليا بيدد ان شيب كده اهوت. طيب بينزل على البوديز اوف ذا لامبر فيرتيبر. طيب لو فاكرين السلايد بتاعه الجريد فيزلز بتاعت البوستيريور ابدومينال وول، كنا قلنا ايه يا جماعه؟ ان على الناحيه اليمين، ماشي، اللامبر بارت بتاع السمباثيك ترانك بيعدي بيهايند الانفيرو في النكافه، ولكن على الناحيه الليفت بيعدي على الليفت سايد اوف ذا ابدومينال اورتا. It enters the pelvis by crossing behind the common iliac vessels
زي ما احنا شايفين كده على الصورة ديت. طب الحقيقة بس عشان نبقى فاهمين كفكرة عامة، السمباثيك ترانك في أي حتة في جسمنا بيطلع منه حاجة اسمها جراي ريماي كوميونيكانتس. جراي ريماي احنا شرحناها قبل كده، ليه؟ يبقى أكيد النيرف ساعتها ما هياش مايلينيتد. يطلع الجراي ريماي كوميونيكانتس عبارة عن برانشز تطلع منه تدخل جوه اللمبر نيرفس، وهو ده السورس اوف سمباثيتك سبلاي اللي هو بيتوزع من خلال اللي هو اللمبر نيرفس، الى جانب ان بيشارك في عمل اللي هو البليكسسز اللي هي موجوده على الفنترال اسبكت اوف ذا اورتا. طبعا الكلام ده فيه ديتيلز كتيره، ولكن يعني احنا دلوقتي بنعتبر بوست جراديوت شويه، فما بنركزش على تدريسه للاندر جراديوت. Practical questions. شوف كده أول سؤال: What is the vertebral level of the pointed structure to leave the abdomen؟ يبقى ده كده سؤال double attack. يبقى أنا أول حاجة عايز أعرف إيه اللي متشابه ده اسمه إيه؟ وبعدين إيه الـ vertebral level اللي هو بيغادر منه بيليف منه الـ abdomen؟ طبعًا هو جاي من تحت على فوق عشان يطلع على الثوركس. يبقى انا اول خطوه ابقى عارف ان اللي متشاب عليه ده هو الانفيوف النكافه، وبيليف الابدومين عند الليفل اوف ها تي 8، بيخمد الدايفراجم عند الليفل اوف تي 8. طب what is the nerve that emerges from the anterior surface of the pointed structure؟ يبقى لازم عارف ان البوينتد ستراكشر ده هو السوس ميجر مسل، ويبقى اللي بيليفت من الانتيرور سيرفيس هو مين العزول اللي احنا قلناه؟ جميل جدا، الجينيتو فيمورال نيرف. طيب what is the level of termination of the pointed structure؟ انا برضو لازم اعرف ان البوينتد structure ده هو ال descending abdominal aorta، وبيترمينيت فينا يا جماعه عند الليفل اوف ال 4. وصلنا لاخر محطه عندنا وهي انتر اكتف كوتشن. سؤال جميل جدا، هنشوف دلوقتي مع بعض. شوف بقى بيقول ايه السؤال: From your study of the posterior abdominal wall muscles، بناء على دراستك للبوستيريو ابدومينال وول ماسلز، which physical sign could be found that help in the diagnosis of acute appendicitis؟ السؤال ده جميل جدا وهيبقى اكسبليند اكتر اما هناخد اللي هو الابندكس، بس هو ممكن نجاوبه من دلوقتي. الفكره بتاعته ايه؟ الفكره بتاعته ان اما بيحصل انفلاميشن لاي اورجن او اي جزء بيعمل تهيج وستيميوليشن للانسجه اللي حواليه. طب لو الانسجه اللي حواليه ديت عباره عن ماسكولار تيشو وحصل فيها ستيميوليشن يبقى يحصل فيها ايه يا جماعه؟ كونتراكشن. طب انا عاوز بقى الاجابه هنا، المريض وهو داخل عليك العياده هيبقى شكله عامل ازاي؟ حاطط ايده فين؟ والتاني جسمه ازاي اما يكون عنده ألم شديد بتاع التهاب الزائدة الدودية اللي بنسميها acute appendicitis؟ يا ريت ندور عليها، لأن المنظر ده أنا بقول لكم أهو يعني شور 100% هنشوف حياتنا كتير جدا. فعشان ما نيجي ناخد جراحة وكده ونشوف الإكسبيرينس يقول لك ده بيعمل ستيموليشن كذا 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 كذا، نبقى فاهمين إيه اللي حصل. الإجابة بتاعت السؤال ده بتعتمد على irritation وcontraction لواحدة من العضلات بتاعة posterior abdominal wall، ومنتظر منكم الإجابة. الحقيقة يعني شكرا كل بتواصل على الحاجات اللي احنا اللي بتشوفها كل مرة ديت، وأنا مبسوط جدا من التواصل، وإن شاء الله مزيد من النوليدج والمعرفة.